السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. حياك الله للا. كنا نعلم الله بس عليك. بارك الله فيك بنتي حسنة. الحمد لله نهار كبير هذا من يسمع صوتك. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك بنتي. هذه مدة وأنا كان صوني سبك عامرة ما. معذرة بنتي معذرة. يا عمي مرتفكة شوية مع الفرحة صافي. مرحبا بنتي. الله يسر عمي. علينا وعليكم ولا جميع المسلمين يا رب. بغيت عمي شي دعاء. بغيت تدي معايا والناس كاع المستمعين يقولوا امين يؤمنوا معايا في هذه الليله المباركه. يا ربي يا ربي ان شاء الله. يا ربي يا كريم. عندي شي اسئله. مرحبا بنتي تفضلي. واحد السؤال عمي لقيته وما عرفت واش صحيح ولا لا. سؤال قال لك الا صليتي صارت لواحد يعني صرا يوم السبت ليلة يعني كل السبت في الليلة إلى نعم. صليتي أربعة الركعات وركعة الأولى صلاة الفاتحة وركعة وسبع المرات صلاة الإخلاص نعم. قال لك إلى صليتيها أربعة الركعات وقال لك كتب الله لك ثواب كل ركعة سبع مئة حسنة وأعطى الله مدائن في الجنة، هل صحيح هذا الحال الآخر أم لا؟ نعم بنتي وخا بنتي بيد الله. والسؤال الثاني كيقولوا لي هذا الاحتفال ماشي بدعة، بغيت أنا غير نفرح بالحنة، بغيت ندير الحنة غير في هذا الآخر، سولت واحد الأستاذ قال لي لا بدعة وتحيرت، بغيت نسولك نشارك معك. بنتي حسنة أنت مقبل على الزواج إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بنتي الله يكمل لك الرجاء. والسؤال الثالث هو كنقول جمعة مني كنقول شي واحد هكا جمعة مباركة كيقولوا لي بدعة وما عرفتش عمي صح لنا هذا الشيء. واخا بنتي بإذن الله. وعمي بغيتك عمي تدعي معايا وتدعي مع والديا وتدعي مع خوالتي وخالي وبنت خالي واختي يا ربي وكاع جميع العائلة وتدعي معايا مع بنت خالت ماما حتى هي عندها العكوسات والموانع وعندها المستعمي كيكسلها كيقولها انا كندير انا اللي كندير لك العكس باش ما تزوجيش وهي كبيره في السن شويه وهي استاذه وفيها القبول وفي يعني ما عرفتش كيجي لها الراجل وما كيكملش يعني ما كيصدقش وبغيت كعمي تدعي معاها وكاع الناس تقول امين وتدعي معايا عمي وقيلا عمي دائما كنشوف في المنام ديالي العقرب ما عرفتش. واخا بنتي باذن الله شكرا لك بنتي حسنة الله يطول عمرك الله يطول عمرك. اولا بعد هنيئا لك غدري الحنة هذه الايام. التوسع في كلمة البدعة والسنة كاين بعض العلماء والفقهاء اعطوا مفهوم البدعة والسنة. للاسف هناك فئة ضيقت وهناك فئة وسعت. ما معنى البدعة؟ البدعة هي كل امر مستحدث يقصد به هدم أركان الدين ومبادئه وفرائضه. هذه البدعة هو شو واحد أحدث شيئا جديدا غايته أنه يهدم ويقوض معاني الدين وأركانه وفرائضه وسننه. هذه البدعة المحرمة. أما أشياء مثل هذه بحال مثلا ذكرى المولد النبوي الشريف إن شاء الله إحنا غدا في الإذاعة غنكونوا صباحا من 9 صباحا إلى حدود 12 زوالا غنكونوا إن شاء الله في الحفل ديال عيد المولد النبوي الشريف وغنصبوا في هذه القضايا. غادي يكون معنا ان شاء الله بعض المادحين وبعض اهل القران الكريم وغنديروا صبحيه ديال عيد المولد النبوي الشريف. فعلا ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا لم يكن في عهد الصحابه ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ميلاده والتابعون للصحابه باحسان لم يحتفلوا بمولد النبي الكريم. هذا كلام صحيح والعلماء الأجلاء اللي قالوا هذا الكلام هم على صواب. لكن نحن الآن بعد مرور 15 قرنا من الزمن كلما يتقادم الزمان يخف الدين في القلوب ويكثر من ينتقد الدين
هنا ظهر علماء أجلاء كبار مقاصديون قالوا بأن مقاصد الشرع تقول أنه يجوز أن نحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة الأخيرة، بل منهم من لم يقل يجوز قال يستحب، بل منهم قال يجب. يجب لماذا؟ لأن الدين صار غريب، ولأن الناس صاروا يغيب عنهم كل ما يتعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لابد أننا نحيي الإيمان في القلوب أولا بذكر سيرته العطرة. هذا هو الاحتفال. الاحتفال ماشي كندير الرقص والمجون والاختلاط، الاحتفال يكون بأننا نستغل كل الوسائل المتاحة، إما عندنا المساجد الظرفية الراهنة، المساجد مغلقة بزمن الكورونا، لكن الإذاعات مفتوحة الحمد لله، الإذاعات ميسرة، كنديروا الدروس والمحاضرات والندوات حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ماشي بدعة، هذه سنة صارت اليوم مؤكدة. وبالتالي الاحتفالات اللي كياخذوها بعض الناس، كياخذوها مناسبة لعقد قران أو الحنة اللي غدير الحسنة، هذا كله أمر مباح، أمر مباح بل مستحب، بل يتفاءل به. كان الصالحون يتفاءلون بالفعل الحسن، النبي الكريم نفسه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن. والمغاربة لما يعقدون قران بناتهم أو الأسرة كدي الحنة في هذه المناسبة، كله تفاؤل بهذه المناسبة السعيدة. بنتي حسنة، الصلاة اللي قلت قبيلة بأن فيها نقرأ كذا وكذا، كان هناك صلاة التسابيح اللي فيها واحد المعنى آخر ولو سندها ضعيف، كان بعض مرات بعض الأدعية والصلوات اللي غير ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نكتفي بالثابت، الثابت عندنا في السنة الصحيحة كثير وكثير جدا، يغنينا أننا نصلي بالفتحة بهذا العدد ونقرأ قل والله حتى 7 مرات بهذا العدد، يغنينا عن هذا. نصلي غير عادي اللي هو ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم بالخشوع والطمأنينة، وغادي يكون في إن شاء الله تعالى أجر وثواب عظيم. حفظك الله ورعاك الله وحفظ أهلك وحفظ ذواتك وجعلكم من الطيبين الطاهرين المباركين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.